يقول إن زوجته تتعب كثيرا في الحمل وتصاب بأمراض كثيرة، وحينئذ قررت أن توقف الإنجاب حتى تصطح، فهل يجوز لها ذلك أو كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى تقرير أطباء. إذا قرر الأطباء أن الحمل يضرها أو يخشى عليها من المرض بسبب الحمل، فلا بأس أن تعمل ما يمنع الإنجاب وما يمنع الحمل، ويكون ذلك بموافقة زوجها أيضا لأن له الحق في الإنجاب. فإذا قرر الأطباء أنها لا تستطيع الحمل صحيا وجسميا، ووافق زوجها على منع الحمل من أجل حالتها الصحية أو تأخير الحمل إلى وقت آخر، فلا بأس بذلك. أما أنها تمنع الحمل بدون سبب شرعي وبدون تقرير أطباء موثوقين وبدون سؤال أهل العلم، فهذا أمر لا يجوز، لأن الحمل مطلوب، وذلك لتكثير الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم، كاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم.